أعرف أنه اليوم ذكرى مزارة الحرام اللي قام فيها الصهيوني جولدشتاين، واستشهدوا فيها من شباب الخليل أثناء صلاة الفجر. والله ما بعرف ولا إشي. والله هي قبل المجزرة وبعد المجزرة كله زي بعضه، ما بفرقش إشي، فيش أمن في البلد هذه نهائيا. المستوطنين هدو على دور بياخدوا أملاك أراضي، طبعا فيش أمان. ما بعرف، عرفش إشي. مجزرة الحرم الإبراهيمي هي حصلت في سنة بالضبط، بالسنة أي مش بتذكر بالضبط، بس في الثلاث شهداء اللي راحوا من بينهم عطية السلامي أظن، بالضبط معلومات بدائية يعني مش كثيرة. بس الاحتلال شرش في مدينة الخليل وشروشه طلعت وصارت قوية، فعشان هيك الحياة بالخليل غير آمنة من ناحية اجتماعية ومن كل النواحي. الوصول لهناك في الأيام هاي وفي الفترة هاي وفترة الانتفاضة شوي صعب الوصول إليه كثير يعني. بتمنى الواحد وإن شاء الله خير يعني، بتمنى الواحد زيارته. صارت المجزرة وبعدها قسموا الحرم الإبراهيمي لقسمين، طوله هو اليهود موجودين أساساً، في يعني خطر على المسلمين. مجزرة الحرم الإبراهيمي والله معرفتي فيها بسيطة جداً جداً جداً، يعني معرفتي فيها قليلة يعني. بعرف انه كان في مصلين بيصلوا ودخل عليهم واحد وطخهم جميعا. 15 شهيد كان فيها تقريبا واكثر من 10 جرحى فيها. لا. في مناطق فيها امان، في مناطق زي مثلا عين ساره فوق زي الاتش 2 والبلده القديمه. بعرف الحرم الابراهيمي هذا اللي بعرفه، غير بعرف شيء. مسجد الحرم الابراهيمي بنروح نصلي فيه ونروح، هذا اللي بعرفه.